Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. أزمة جديدة بين المغرب والجزائر، وأخبار أوكرانيا وروسيا بالطبع. لكن نبدأ بتحياتي لكم والسلام عليكم. نشوف زي ما شفنا في البداية، طائرة سو 57 بالقرب من أوكرانيا، والطائرة دي تستطيع السيطرة على الجو وإسقاط أيضا الطائرات المسيرة. طيب ناخدوا فيديو تاني بعد هذا الفيديو اللي انتم شايفينه، طائرة سو 57 تحلق في الأجواء الأوكرانية. فيديو تاني، روسيا تنقل دبابات إلى حدود أوكرانيا. زي ما احنا شايفين قطار محمل بالدبابات، والفيديوهات دي جديدة تتجه إلى الحدود بين روسيا وأوكرانيا كما ترون. طيب ناخد موضوع أزمة جديدة، وبعدين ندخل يعني بعد كده ندخل في موضوع روسيا وأوكرانيا مرة أخرى، لأن هذا الموضوع ملتهب. على فكرة الأزمة الجديدة بين المغرب والجزائر ليست بسبب الصحراء الغربية أو الصحراء المغربية أو انفصال القبائل أو انضمام القبائل، يعني المواضيع الخلافية بين الجزائر والمغرب، ولكن بسبب قميص كرة قدم. إيه اللي حاصل يا جماعة؟ وجهت وزارة الشباب والثقافة المغربية إنذارا قضائيا إلى شركة الملابس الرياضية العالمية أديداس بخصوص الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم قميص الإحماءات الخاص بالمنتخب الجزائري لكرة القدم. إيه الموضوع؟ الموضوع ببساطة إن شركة أديداس صممت قميص للإحماء، يعني مش هتلبسه الجزائر في المباريات، هلبسوه أثناء الإحماء قبل المباراة، وإن إنذار رسمي قانوني لشركة أديداس للاستيلاء الثقافي على المغرب، على يعني ثقافة المغرب. طيب نسمع تفاصيل الخبر. إن قميص الإحماء لمنتخب الجزائر والذي أصدرته شركة أديداس منذ أيام قليلة مستوحى من الزليج المغربي، وأضاف موقع أن تصميم القميص الإحماء الخاص بالمنتخب المغربي الجزائري يعكس التنوع الحضاري للمغرب. وأضاف الموقع أن يعني بيقول لهم أنتوا اعتديتوا على ثقافتنا وخدتوا الألوان وخدتوا التنوع الحضاري والكلام ده. يا جماعة هي يعني عملية مش عملية قميص، العملية هي مشاكل بينهم من الأول بنتمنى تتحل. الجزائر بتتكلم عن مشكلة الصحراء، و المغرب بتتكلم عن استقلال القبائل. وانا اتمنى ان تحل كل هذه الامور، وهم اخوات الجزائر والمغرب، ولا نتمنى اي مشاكل. يعني ازمة تافهة على قميص. على فكرة يا جماعة يعني في حاجات كثيرة جدا مستوحاة من الفراعنة المصريين، وسواء في امريكا او في اي دولة في العالم، وعادي المشكلة يعني دي ثقافة كمان، احنا بننشر ثقافة بلدنا على دول أخرى، ده شيء يشرف وليس عيبا ولا يستحق الخلاف والاختلاف. نأخذ ده خبر في البداية. نأخذ بعض الفيديوهات، تكلمنا عن يعني حاجات كثيرة جدا، طائرة سو، وتكلمنا عن حاجات تاني. نأخذ يعني أسلحة جديدة في روسيا، صواريخ مضادة للإشعاع. أمامنا الآن صواريخ مضادة للإشعاع، ودي يعني ده الاستعداد للحرب النووية. بتستعد روسيا لهذه الحرب بإطلاق صواريخ مضادة للإشعاع كما ترون في الصورة في الفيديو. زي ما انتم شايفين صواريخ مضادة للإشعاع. طب ليه بتستعدوا للعمل ده؟ يعني بيقول لك احتمال يكون في حرب نووية بعد الإعلان الرئيس فلاديمير بوتين
ان ضم لوغانسك ودونيسك وخرسون وزابوريجيا، ومجلس الامن غير معترف بهذا الضم، والامور قد تتنوع. وشوفنا في الفيديو السابق ان عملية قطع الرأس امريكا تتحدث عن ضربة للكريملين، والكلام ده نشرته السفارة الروسية في الولايات المتحدة. يبقى زي ما انتم شايفين صواريخ مضادة للإشعاع تم تجربتها في موسكو. طبعا انتوا عارفين ان بعد الانتخابات وجاءت النتيجة موافقة الشعب على الانضمام لروسيا، نرى امامنا رئيس جمهورية لوغانسك يوقع مرسوم للرئيس بوتين او طلب للانضمام الى روسيا او الاتحاد الروسي. وهنا زي ما انتوا شايفين صوت وصورة، دي توثيق الاحداث للتاريخ. زي ما انتوا شايفين رئيس لوغانسك يوقع مرسوم للانضمام الى روسيا، وطبعا روسيا يعني هتضم هذه المقاطعات الاربعة التي ذكرناها. ناخذ فيديو لقطات من العمل القتالي لاتكم 83 في وحدات الدفاع الجوي الروسية. دي لقطات لاتكم ام 3 اتكم ام 3 اسف مش 3 يعني لقطات من العمل القتالي لاتكم ام 3 وحدات الدفاع الجوي الروسية. هذه امامنا لقطات لوحدات الدفاع الجوي الروسية. احد يقول لي ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية؟ اللي هيحصل حسب توقعاتي ان اذا اطلقت اوكرانيا صواريخ على مدينة المدن التي انضمت الى روسيا بعد يعني موافقة روسيا على انضمام واعتبار هذه الاراضي من ضمن روسيا، سيعلن بوتين الحرب رسميا، حيث ان اوكرانيا اعتدت على اراضي روسية. اللي يقول لك ان دي مش هيوافقوا، طيب لماذا وافقوا على انضمام الجولان الى اسرائيل وكده؟ طيب هنا في يعني هنا موافقين وهنا مش موافقين، هذا يعتبر يعني ازدواج المعايير الدولية، بالرغم ان الجولان لم يحدث فيها انتخابات ولكن ضمت بالقوة. يعني قصدي اقول ان في دول اخرى تم ضمها بالقوة وليس بالانتخابات، و اعترفت بها الدول الغربية وحلف الناتو. في فيديو بيتكلم عن أسر 15 جندي روسي، عشان احنا بنتكلم من يعني من الطرف والطرف الآخر من هنا ومن هنا، هنجيب الفيديو ونشوف هل الفيديو ده حقيقة مش حقيقة، لكن احنا بنعرض الاخبار كما هي لاننا عندنا مصداقية وعندنا يعني كل انواع المصداقية، ونتمنى السلام للعالم كله. هذا هو فيديو يتكلم عن اسر جنود روس. اعتقد الفيديوهات دي قديمة، وروسيا يعني استطاعت تدارك الفترة اللي فيها يعني كانت فترة مفاجئة وكان فيها بعض الخيانات، وتم إقالة نائب وزير الدفاع الروسي، واستطاعت تدارك الموقف ورجاع كل الأراضي التي يعني استرجعتها أوكرانيا، وال 15,000 اللي هاجموا على روسيا، يعني قتل من قتل وأسر من أسر وجرح من جرح وهرب من هرب. إذن روسيا دلوقتي بتتكلم عن ضم الأربع مدن وتتكلم عن استقلال، واعتقد روسيا هتهدي اللعب دلوقتي تنتظر رد فعل اوكرانيا. يبقى الكرة دلوقتي في ملعب اوكرانيا، هل هتكمل الحرب او لا؟ هذا ما سوف تبوح به الايام القادمة. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وصلوا الفيديوهات على مواقع التواصل وصفحاتكم وقنواتكم حتى يصلكم كل جديد محدثكم ظريف الاديب. تحياتي.